بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده هتكلم مع حضراتكم عن اكتر حاجه شغله الناس كلها دلوقتي، وخصوصا اصحاب شهادات ال 18%. هنتكلم مع بعض بمنتهى العقلانيه، هنتكلم مع بعض، وكمان هقول لحضراتكم على تقرير رسمي منشور على قناه العربيه. تعتبره استطلاع رأي او تعتبره ان هو توقع او حتى كلام مؤكد او اي شيء احنا ما نعرفش، ولكن هو اتنشر النهارده وحبيت ان اقوله لحضراتكم، لانه بصراحه هيطمنكم كلكم بخصوص موضوع الشهادات، وهتعرفوا امتى هيتم اصدار شهاده جديده، وكمان كام هتكون القيمه، المده، هل هي استثنائيه بعائد مرتفع ولا منخفض. هنتكلم مع بعض دلوقتي في كل التفاصيل دي، بس يا ريت حضراتكم لو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. اول شيء كلنا عارفين انه في 22 مارس الماضي تم انتهاء شهادات ال 18% وبدات الفلوس تنزل للحسابات للناس. كان معانا كام؟ كان معانا 750 مليار جنيه مصري، خرج منهم جزء يتمثل فيه حوالي 450 مليار جنيه مصري. خرج جزء كبير جدا، ممكن يكون مثلا 450 مليار او 400 مليار، دول خرجوا وراحوا حسابات توفير بره، وجزء كبير منهم طبعا احنا عارفين موضوع الحساب اللي هو البنك العربي الافريقي جولدن بلس، ده كان افضل حساب في اللحظه دي والناس كلها بدات تروح له، لانه بيديني بمنتهى البساطه 18% بشكل شهري و20% بشكل سنوي، وكمان مش بربط فلوسي في صوره شهاده جيت اخسر الشهاده اخسر 70% وكل الكلام ده، وكمان بتعامل معاه على انه شهاده استثنائيه ويمكن افضل كمان، لانه بيديني مرونه في السحب والايداع. بعدها بشويه بدانا نشوف انه البنك العربي الافريقي بدا يوقف الموضوع ده كتير جدا، مش وقف حضرتك ولا قال لك مش هاخد منك، ولكن بياخد عند شرايح معينه من اول 250 الف جنيه. بعد كده كمان شفنا انه ليه اجراءات تانية كتيرة جدا واثبات دخل وحاجات كتيرة جدا خلت الناس بدأت ترجع شوية. جه العيد بعديها بشوية الناس بدأت تشتري، طبعا احنا عارفين الهوجة بتاعت الذهب اللي كانت الناس اشترت بفلوسها بكميات كبيرة جدا 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 بشكل مش طبيعي، لحد ما الذهب وصل ل 3000 جنيه للعيار 21 الاقصر مبيعا في مصر. جت كمان اجازة العيد الناس بدأت تسحب فلوس من ماكينات الاي تي ام، سحبوا 35 مليار جنيه في الاربع ايام بتوع العيد، كده خرج من عندي حوالي 450 مليار جنيه من ال 750 مليار جنيه. تعالوا بقى نشوف قناه العربيه او ال 12 على الجريده بتاعتهم وعلى القناه بتاعتهم التقرير بيقول ايه؟ بيقول نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم ده قبل كده وقلته كتير جدا. تم استطلاع راي او يعني تقدر تقول حضرتك استطلاع رأي أو توقعات أو أي شيء من 11 من خبراء الاقتصاد في مصر، وكان منهم 2 من بره مصر. اتكلموا وقالوا ايه؟ قالوا نفس الكلام اللي انا قلته لحضراتكم ده دلوقتي، وقالوا ان المشكله العميل لما بيخرج من البنك بتبقى مشكله خروج عميل اكتر بكتير جدا من خروج الفلوس، يعني هو لما بيعمل شهاده استثنائيه بيبقى الهدف بتاعه تارجت العملاء مش تارجت الفلوس، والدليل على كده انه شهاده ال 25% المره اللي فاتت ما حققتش تارجت كبير من العملاء، وتم ايقافها على فكره المده كانت قليله جدا جدا جدا، مش عشان هو مش عايز فلوس، لا، عشان هو عنده ناس بدات تكسر شهادات قديمه وتعمل الشهاده الجديده، فهو كده ما استفادش حاجه، هو عايز تارجت جديد للعملاء، العميل اللي يدخل البنك كعميل جديد هو ده المهم جدا عنده اكتر من الفلوس نفسها، الفلوس يقدر يحققها باي شكل تاني، يخرج قروض، اي شيء، ولكن العميل ما يقدرش هو اللي يروح يجيبه. ده رقم واحد. بعد كده اتكلموا في التضخم، انا قلت لحضراتكم التضخم مرتفع بشكل كبير جدا، وعلى فكره مرشح نرتفع اكتر من كده بكتير. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك احنا داخلين على زياده كبيره جدا في سعر الدولار، واحنا عارفين انه الجهاز العام للتعبئه والاحصاء قال لنا انه التضخم ارتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار. النهارده في مصر لو حضرتك معاك دولار بعد ما كنت بتغيره ب 37 جنيه وثبات كامل اكتر من 90 يوم، النهارده الدولار معانا وصل 41 41 ونص، طبعا على اختلاف المنطقه والفلوس اللي مع حضرتك او الكميه اللي مع حضرتك، فكده مرشح انه يوصل لاعلى من كده، كان مسجل 36% بشكل سنوي 40% بشكل شهري. طبعا متوقع انه يزيد اكتر من كده بكتير. كمان اتكلموا بعد كده عن انه البنوك، وانا قلت لحضراتكم كل ما بنك كان بيصدر شهاده كنت بقولها لحضراتكم ان هي دليل على اصدار شهاده اعلى من البنك الاهلي وبنك مصر.
كده بقى البنك الاهلي وبنك مصر عنده شهاده 19% و22 18 16، وعندي بنوك تانيه عندها 23% 23 وبعد كده 19 ونص 19 ونص، وانا قلتها لحضراتكم، وفي عندنا شهاده 22 طول المده. طيب انا فين الاوبشن دلوقتي اللي موجود عند اكبر ذراعين للبنك المركزي اللي هما البنك الاهلي وبنك مصر واكبر بنكين حكوميين؟ ده كمان التقرير اتكلم عنه، كل الكلام ده لو حضراتكم هترجعوا للفيديوهات، الفيديوهات موجودة، كل الكلام ده أنا قلته بالحرف الواحد. كمان بعد كده اتكلموا بقى لو هيتم إصدار شهادة جديدة. كمان في حاجة الحكومة محتاجة، إنه الناس اللي معاها دولار تفك الفلوس دي علشان خاطر ما تعملش سيولة كبيرة بعد كده في الأسواق، فهو يتم سحب السيولة في الأسواق من الأسواق في الشهادة الاستثنائية. الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي حد يفك الدولار اللي معاه ويروح، او يحول الدولار اللي معاه ويروح يعمل شهاده، انك تديله شهاده بعائد مرتفع. ولو انا عن نفسي بنصح حضرتك لو معاك دولار سيبه دولار زي ما هو، الفتره اللي جايه الدولار هيعدي المستويات كبيره جدا جدا وضخمه جدا، الازمه الدولاريه كبيره جدا. انا لسه لحد دلوقتي ما اتكلمتش مع حضرتك في التعويم، على فكره هم كمان ما اتكلموش في التعويم، عشان موضوع التعويم ده ما فيش حد في مصر كلها يقدر يقول لحضرتك ايه اللي ممكن يحصل فيه الايام اللي جايه. احنا كده لسه بنتكلم عن الحاجات اللي موجوده على ارض الواقع وبقت موجوده دلوقتي في مصر. كمان اتكلموا عن التصنيف الائتماني السلبي اللي اخده البنك الاهلي وبنك مصر، وبالفعل ده حصل، وانا برضو والله قلت لحضراتكم. انا عايزه بس حضراتكم ترجعوا للفيديوهات الماضيه، اي فيديو اتكلمت مع حضراتكم فيه عن شهاده جديده هتلاقوني نفس الكلام اللي قاله ال 11 خبير دول احنا قلناه مع بعض قبل كده. يا جماعه هي بتبقى مجموعه عوامل بتتحط في معادله بتوصلني لشهاده استثنائيه، ما ينفعش يبقى ما فيش شهاده استثنائيه. الحاجه اللي بعد كده اتكلموا عن المده وعن العائد. العائد انا قلت برضو لحضراتكم انه 27% ده بقى اعلى عائد عندي. هتقولي 25%، هقول لحضرتك لا لحظة واحدة، احنا عندنا شهادة 27% اللي هي الشهادة الاستثنائية، بحط فلوسي بالدولار ولكن انا باخد العائد بتاعي بالجنيه المصري اللي هي كانت 9% وبيدي لحضرتك العائد مقدما 27%. كده تسجل لدى البنك المركزي انه في عائد اعلى في البنوك لشهادة استثنائية وهي شهادة الدولارية 27%. هتقولي طيب ال 27% كانت 3 سنوات، ايه يمنعه يديني 3 سنوات؟ هقول لحضرتك لو اداني 3 سنوات انا مش هروح له، هروح له ليه؟ انا عندي عائد في اذون الخزانة لمدة سنة كان 28.5% بيديني في النهاية مجمل 25% ولمدة سنة واحدة، ومش هربط فلوسي في صورة شهادة. واكيد زي ما قالوا الخبراء دول البنوك اتعلمت من الموضوع ده، بنوك يا جماعة محتاجة للناس الفترة اللي جاية، واللي بيحتاج لحد هو اللي بيريحه. الفترة الماضية ممكن يكونوا شافوا قد ايه الناس بتخرج بره البنوك بشكل مش طبيعي. لو تفتكروا شهادة ال 25% كنا كل يوم بنشوف رئيس بنك مصر ورئيس بنك الاهلي كل يوم بيقولنا عن تارجت جديد حققته شهادات ال 25%. شهادات ال 19% ما شفناش غير اول يومين بالظبط كلام عنهم، حتى الشهادة الدولارية انا قلت لحضراتكم الناس بقى عندها مشكلة في موضوع انه يغير دولار ويروح البنك، او انه ياخد الدولار بتاعه ويروح البنك هو خايف عليه ما ياخدوش في صورة دولار تاني، بالرغم انه بصراحة البنك المركزي تعهد انه حضرتك لا هتاخد فلوسك لو بالعائد الجنيه المصري دي 9% هتاخد فلوسك بعد كده بالدولار الامريكي، ولو هتعمل 7% اللي هي العائد الشهري لا حضرتك برضو هتاخد فلوسك بالدولار الامريكي، يعني في الحالتين هاخد فلوسي بالدولار. برضو حبيت اقول النقطة دي لحضراتكم. كده نطلع من تقرير قناة العربية بايه؟ بانه لازم هشوف شهادة بعائد استثنائي. كمان بقى مفاجأة حابة اقولها لحضرتك انه متوقع بنسبة 90% ومش من الناس دي بس، من كل مصر، وده انا باكده لحضرتك. الاجتماع القادم لجنة السياسات في البنك المركزي 21 سبتمبر لازم هيكون فيه رفع الاسعار الفايدة، يبقى انا كده عندي تضخم بحسب كلامهم، تضخم مرتفع ومرشح يرتفع. فايدة اترفعت مرة ولسه ما شفت الشهادات جديدة ومرشح ان هي تترفع المرة اللي جاية او في الاجتماع القادم بنسبة يمكن تكون اعلى شوية من المرة اللي فاتت، يعني ممكن تكون 200 نقطة اساس. كمان ده ممكن تكون حضرتك في الايام اللي جاية داخل على تعويم، ولكن ده محدش يقدر يجزمه لحضرتك. وكمان الموقف الحساس جدا جدا للبنوك، فكده انا لازم اشوف شهادة استثنائية بعائد مرتفع مرشح تكون 27% ولمدة عام واحد. اعمل ايه في فلوسي دلوقتي؟ مش هتعمل اي حاجة، هتصبر بس شوية معانا لحد الاجتماع القادم لجنة السياسات في البنك المركزي. لا قدر الله في حال البنوك خلفت التوقعات دي او كلام الناس دي
هنقول لحضراتكم عن اعلى عائد موجود في البنوك، هتاخد برضو عائد اعلى من 19%. عايزه اقول لحضرتك ما تقلقش خالص، حتى لو تم الغاء شهاده 19% صدقوني عندنا شهادات باعلى عوائد اعلى من كده بكتير، واوبشنز اكتر من كده بكتير. ده اللي حبيت افهمه لحضراتكم النهارده واقوله لحضراتكم، لانه بصراحه التقرير ده او البيان ده او الكلام اللي اتنشر النهارده على القناه العربيه ده شيء مهم جدا جدا جدا، بياكد لحضرتك وبيوريك الصوره وبتبقى اوضح كتير قدامك علشان خاطر تقدر تتصرف، لانه زي ما قلنا كتير جدا كلنا مش ظروف واحده، في ناس تقدر تصبر وفي ناس مننا لا مش هتقدر تصبر. بكده يكون التقرير خلص خالص، انا فهمته لحضراتكم، قلت لحضراتكم وفسرته وقلت لكم كل الكلام اللي اتقال فيه. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، وبعتذر عن الاطاله، بس بتمنى من حضراتكم يا ريت لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في امان الله.